يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا برياني على ربيان على طريقة أهل حيدرآباد. راح نتكلم في تفاصيل أكثر عن هذه المدينة، ولكن خلونا نتعرف على مكونات الطبخة. راح استخدم حوالي كيلو بصل مقصصه سلايس، وعندي نعناع ربيان استخدمت كيلوين، حشيش، وعندي كريمة حامضة، وعندنا اللي هو الثوم ويا الزنجبيل، كذلك عندي طماطم قصصها شرايح طوال، مكسرات حق التزيين، واستخدمت في العيش كيلوين، وبصل قليته بهذه الطريقه عشان التزيين. راح استخدم الالوان اللي هي حق البرياني وماي وزعفران. خليكم معي مشاهدينا، راح اتكلم معاكم في تفاصيل اكثر عن هاي الطابخه، بس راح ابتدي وياكم وقلت لكم خليكم متابعينها خطوه بخطوه. بداية راح نشعل النار، نقصر عليها شوي، كذلك راح نفوح العيش في نفس الوقت، لأن الربيان ما بياخذ له وقت على النار. هاي عندي الماي، بسم الله. راح اسكب الزيت في البدايه، نحط صب الدهن، في طريقه البرياني دائما نحط البهارات الصحيحه في البدايه. في البدايه راح نحط البهارات الصحيحه، ورق غار، هيل، مسمار، دارسين، راح نحركهم لين تطلع الريحة. عندي بعدين على طول راح انزل البصل، وبعدين على طول راح انزل البصل، بس ننطر شوي تحرك. شوف بدأ، هي الطريقة الصح في البرياني حيدرآباد غير طريقته. على طول راح ننزل البصل بعد، بسم الله. بصل وايد، بس هو مع الحرارة راح يذوب. نحركه بهذه الطريقة، طبعا مدينة حيدرآباد تقع في الهند، وهي أحد المناطق في الهند أو المدن الكبيرة، تعداد سكانها حوالي 6 مليون، ما شاء الله منطقة كبيرة. وأول ما أهلنا الكبار الله يحفظهم ولا الله يرحم اللي راحوا، بدأوا يدشون في هاي المدينة على أساس يبيعون الحصيلة مالتهم اللي هي اللولو والقماش بأنواعه، كانوا يبيعونه هناك وتبادلون تجارة. طبعا تجارة في البحرين ابتدت نقول في الهند، وكان تبادل تجاري بينهم بين بعض، فمن كذي احنا أكلاتنا ممكن تجي من هاي المناطق، بهارات بعد نجيبها من هالمناطق اللي هي في الهند. راح ننطر البصل لين يذوب، راح احط رشه ملح على
المي اللي حق العيش. ممكن احط عليه بهارات بعد فوق، مو ببهارات يعني بهارات صحيحه. قلت لكم من البصل حتى لو حطيت كميه كبيره بعد راح يذوب. باقي عندي بهارات ممكن احطها ويا العيش اللي هو الماي. ابتدي اقلب في البصل. برياني مال حيدرابا له طعم يعني ما شاء الله قوي، وريحته الضيف اللي داخل البيت على طول يشم ريحته اول ما بيدش. في البدايه قلنا حطينا البهارات صحيحه وقلبناها، وبعدين حطينا البصل، وبعد ما ذاب البصل حطينا انا هني عندي زنجبيل وثوم وفلفل مخلوط مع بعض. نبتدي نحرك فيهم مع بعض يمتزجون. طبعا انا اليوم حاولت اسوي لكم او قدرت اسوي لكم على ربيان، احس انكم تغيرون في المكونات الطارخه من الربيان للدجاج للحم على حسب رغباتكم. بعد ما يمزج الثوم والزنجبيل والفلفل راح نكون على طول نحط الربيان. حاول النار تكون متوسطة، لا هي عالية ولا هي ضعيفة. طبعا قلت لكم انا استخدمت حوالي كيلوين ربيان، نظفته شلت الظهر كله. بحرك مرة واحدة راح يتغير عندي لون الربيان. ما نحط بهاراتنا الا لما يتغير اللون الربيان على طول. ننتظر شوي. طبعا في برياني احنا قلنا عنه الحيدرابادي، في برياني الهندي العادي، في برياني اهل مدراس، منطقه اهل مدراس يختلف رغم ان الهند كبير يعني، لكن فيها انواع متعدده من الطبخات الهنديه اللي هي البرياني او طبخات ثانيه. بدي الربيان ياخذ لون ثاني. وين البصل؟ البصل اختفى مع الطارخة. قلت لكم لو حطيتوا كمية كبيرة راح تختفي. راح ابتدي انزل عليه البهارات بعد ما تغير عندي لونه الربيان. البهارات اللي راح استخدمها الكاري، بودرة الكاري، قفشتين راح استخدم، استخدم كركم قفشة واحدة، راح استخدم دجاج سنوت قفشتين،
راح اخذ رشتين قفشه واحده. طبعا ممكن هم دائما يستخدمون البودره اللي هي الكشميريه او الفلفل الاحمر فيها ويحطونه لان يحبون الاكل سبايسي، بس احنا نخاف عليكم فما نبدا نسوي لكم اكل سبايسي. اوريدي انا حطيت في شو اسمه الثوم مع بعض، حطيتهم فلفل بس مو بوايد، نقلب فيهم. لو حسيت ان التقليب وانت تقلب الخلطه ذي ثقيله مو قادر تحرك فيها، صب عليها قلاص ماي وتبتدي تحركون فيها نفس الشيء. راح اسكب عندي انا قلت لكم دهن، استخدمت دهن عربي، راح استخدم بعد فيها. دائما باستمرار حاولوا تحركون فيهم على اساس المكون هذه ماي يحترق من تحت. فنبتدي نحرك في المكونات نفسها. راح ارش ملح عليه. ما في برياني يستوي من غير نعناع. اي برياني من غير نعناع ما يسمونه برياني، لازم تحطون فيه النعناع. هاي الطريقه. نروح نحط عليه حشيش. نبتدي نحركهم بعد نفس الشيء مع بعض. على فكره النعناع والحشيش راح يذوبون، ما راح تحسون بهم، بس فيهم طعم اللي هو طعم البرياني يحتاج حق هاي مثل ما قلنا الحشيش والنعناع. ممكن احط الطماط، عندي طماط قصصته شرايح. راح ارش رشة ماي خفيفة. عشان ما تحترق المكونات عندي تحت. بسم الله. اتمنى انكم تتابعوني وتسجلون الملاحظات اساس تبتدون تعدون الطبخة في البيت عندكم، لان اغلبنا لما يروح يبي يتعشى برا يدور المطاعم اللي هي الهندية على اساس انه ياكل البرياني او المصالة او الشيكن كاري. فانا بيكم اليوم تتعلمون الطبخة على اساس تسوونها انتوا في البيت. راح اخليه شوي يمتزج المكونات كلها مع بعض ويذوب الطماط. راح اطلع فاصل وارجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا معي تشوفوا المكونات شلون مزجت مع بعض. طبعا بقيت خطوة ولا خطوتين. بداية راح احط عليها عصير ليمون، يعني مقدار ليمونة واحدة، واخلطهم بينهم. نخلطهم مع بعض. وحين يدور الكريمة، بامكانكم ما تستخدمون الكريمة، ممكنكم تستخدمون الروب، بس انا افضل دائما تستخدمون الكريمة الحامضة، راح يكون افضل. لان لو حطيتوا
الروب راح يكتل عندكم. طبعا هناك يستخدمون الروب بس في حموبة، لازم يكون في حموبة بهالطريقة. صارت ممزوجة مع بعض. بعد ما مزجنا المكونات كلها مع بعض راح اخليها 5 دقائق وارجع لها مرة ثانية. بس الحين راح احط العيش اول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ابي افوح العيش، بس فوحة العيش ما ابي يستوي بشكل تام، يعني تقريبا حوالي 80% محتاج انه يستوي. طبعا مثل ما قلت لكم راح انطر بس العيش يفوح، وبعدين نسوي طبقات، طبقة عيش وطبقة ربيان وطبقة عيش وطبقة ربيان، كذا طبقة على حسب الموجود. فانتظر بس يفوح العيش نبتدي نسوي العملية ذي. طبعا بشيله وبجيب الجدر الثاني عشان نسوي. راح طالع العيش مالنا شلون استوى. ممتاز. راح نبتدي نشخله. بسم الله. طبعا راح نشيل الربيان في نفس الوقت لان الربيان صار جاهز. نبتدي نشخل العيش. بسم الله. طبعا في طريقه ثانيه من البرياني، لان العيش ذي بدايه يحطون زيت وبهارات صحيحه، وبعد ما يغسلون العيش يحمسونه في الجدر من غير ماي، وبعدين يحطون له ماي حار على طول. قلنا كذا طريقه موجوده، انتم عليكم الاختيار. حبي للبرياني والاكلات الهنديه كان الوالد الله يعني ذكره بالخير دائما يودينا الهند في حلة الصيف لان تسكر المدارس، فكنا ناكل الاكل الهندي. يا اخي انا استمتع بالاكل الهندي بشكل ما تتصورونه. اكيد في ناس وايد نفسي هاللون كذي. حطيت الزيت على اساس انه ما يلصق ويصير الواريه تحت العيش. طبعا راح احط كميه. هنا راح اسوي حوالي طبقه واحده او طبقتين راح اسويها. بسم الله. ووزع الربيان وابتدي احط شوية نعناع. شوية حشيش. عندنا بصل قالي يعني قبل. مرة ثانية احط العيش كمية وزعها وحط كل المكونات مع بعض. وابتدي اوزع فيها بهاي الطريقة. خلص. مرة ثانية نحط
نعناع، حشيش، راح احط شوية بصل، وارجع مرة ثانية احط اخر العيش، عندي شوية عيش بعد داخل، وهاشي عندي شوية عيش هنا. قلنا ان احنا العيش سويناه تقريبا 80% من الاستوى ماله. نرجع ونخلي العيش نعدل العيش هني. راح نحط مثل ما قلنا الالوان، دائما في الالوان تستخدمونها، لا تخلونها بهذه الطريقه دائريه، نخلي جهه واحده اللون الاصفر وجهه ثانيه اللون الاحمر. زعفران ومكاننا خلي هاي الطريقة. نرجع نحط بقايا النعناع، شوية حشيش، وراح احط رشة بصل خفيفة عند الدهن. ممكن تستخدمون تخلصون من الدهن تحطون زبدة بهاي الطريقة. راح ارش رشة هيل بهاي الطريقة. طبعا انا الحين راح اخليه حوالي ربع ساعة ل 20 دقيقة ارسيه، وارجع لكم مرة ثانية على التقديم. اتمنى انكم تابعتوني وسجلته وانتظروني على التقديم. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا ترى هسه عندنا البرياني الحيدرابادي اللي قلنا عنه. ما شاء الله هاي ريحته. راح نشيل طبعا الوي اللي فوق، نرجع نشوف. دائما في البرياني انكم تخلون تنزلون طبق كامل اللي في الجدر على صينية بهاي الطريقة. وتردون تقلبون فيه بهاي الطريقة، نقلبها عقب ما نقلب نرد نحطها في صحن التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. موزع
ونرد نحط عليه العيش. الطريقة ونرد نحط البصل. اللي قليناه من قبل. اضاف على المكسرات. حط المكسرات. التزيين. وهاي طبقنا صار جاهز. وصلنا وياكم الى نهايه حلقاتنا من برنامج المطبخ، قدمت لكم البرياني الحجرباري اللي على ربيان. اشوفكم في الحلقه الجايه واقول لكم مع السلامه.